رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكي أمانو يلتقي رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان في إطار زيارة تفقدية قام بها يوكي أمانو إلى محطة فوكوشيما النووية المتضررة شمال شرق اليابان للاطلاع على سير الأعمال فيها لاحتواء التسرب الإشعاعي النووي. اعتدنا أن يكون هناك زيادة في الطلب على الطاقة النووية. الحقيقة أن الطلب على الطاقة النووية سيتناقص بشكل تدريجي، لذلك فالشيء المهم هو أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملتزمة بضمان الأمان. وتفقد رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة فوكوشيما النووية مرتديا اللباس الواقي من الأشعة النووية، واستمع إلى العاملين في المحطة المتضررة من زلزال وتسونامي 11 من آذار مارس الماضي، كما أعرب عن رضاه عن الطريقة التي تتعامل من خلالها السلطات اليابانية مع حجم الأضرار في المحطة. あの辺り全部水。